أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام قد انتهى في البحث السابق حول ما يتعلق ب قضية الألقاب التي تذكر في كتابة البحوث، وقد يأتي في مرحلة من هذه المراحل التي هي طبعا جزء من المرحلة العملية، مرحلة التعديل أو تعديل الخطة. ميم هذا اختصار المصدر نفسه، ميم المصدر والنون نفسه، او ميم سين المصدر السابق، مو فد مهمات يعني، هو يعني مكثرة الابتلاء، بعضهم يعتمد الكلمة بعضهم يعتمد المختصر، ميم يعني ميم سين او ميم نون، يعني بعضهم للمصدر السابق وبعضهم للمصدر نفسه كلمة، بعضهم يستعمل الكلمة وبعضهم يستعمل الحرف، مفكر يعني في مهمة كثيرة، لكن على كل حال يعني هذا كله في بالي. مختصرات إن شاء الله ممكن أن نتعرض إلى مختصر. نقول تحت عنوان تعديل الخطة أو خطة البحث. هذا عنوان البحث. نقول من المتعارف أن يكون هناك رجوع من قبل الباحث إلى الخطة التي وضعها ابتداء، ويكون ذلك الرجوع بعد أن يقوم الباحث بقراءة المصادر التي أعدها للكتابة والاستفادة من معلومات، ومن الطبيعي أن ينتج من هذه القراءة معلومات مختلفة تتعلق بموضوع البحث، وهذه المعلومات
المستفادة من مراجعة المصادر تحتم على الكاتب والباحث أن ينظر في مدى انسجام هذه المعلومات مع الخطة الأولية التي وضعها، للبحث شكلا ومضمونا، وربما وهذا يحدث يعني على قلة، وربما بين قوسين يعني أو بين شارطتين على قلة يكون أمر التعديل جذريا وشاملا وقد يصل حتى إلى عنوان البحث، وهذا أمر أقصد التعديل، والتعديل أمر طبيعي جدا، وربما يقال إن أغلب الباحثين يمرون بهذه المرحلة، وعلى أقل تقدير سيضيف الباحث شيئا إلى أبواب بحثه أو يحذف شيئا منها، وربما يكون الأمر شكليا من خلال تقديم بعض الأبحاث على البعض الآخر، وبحسب الاستقراء يمكن اعتبار هذه المرحلة، أي مرحلة تجميع المادة العلمية وتأثيرها على الخطة الموضوعة، من المراحل المفصلية
والتي تزيد في العادة من الإثراء العلمي للبحث، لأن الباحث قبل الولوج والدخول في تفاصيل موضوع البحث ربما كان يحمل صورة خاصة بتفاصيل البحث تختلف أحيانا جذريا، تختلف أحيانا بصورة جذرية عن الصورة التي يحملها بعد هذه المرحلة. ولذلك قد يكون نشاط الإنسان وهمته العالية سببا في اختيار الخطة الأمثل، لأن البعض قد يعتقد أن تعديل الخطة سيسبب له جهدا أو بدل جهد سيسبب له بذل المزيد من الجهود، ولذلك ومن هنا يمكن القول أن الرغبة في كتابة البحث كعمل واجب يكلف به بعض طلاب الجامعة قد يسبب مانعا من
تعديل الخطة بخلاف ما إذا كان الإنسان راغبا في أن يصبح كاتبا بالفعل ولكن توجد أحيانا في الدراسة الأكاديمية حالة خاصة وهي حالة إلغاء الموضوع برمته وذلك عندما يكون الموضوع مبحوثا من جهة أخرى وهكذا الحال عندما يعجز عن الحصول على المصادر الأساسية للبحث ولذلك جرت القوانين التي تعمل بها الجامعات على إعطاء فرصة للتغيير في مثل هذه الحالات أما الإنسان الذي يريد أن يصبح كاتبا فقد يكون أكثر رغبة في تعديل هذه الخطة لارتباط ذلك بتطوير
مستوى البحث. عنوان آخر الشروع في الكتابة. عندما ينتهي الكاتب من تحضير المادة الأولية للبحث لا بد أن يبدأ بعملية الاختيار لما أفردته مرحلة جمع المادة العلمية من معلومات تتعلق بموضوع البحث وسبب هذه الحالة وهي عدم إثبات كل ما توصل إليه باعتبار أن المواضيع العلمية لا يمكن أن تطرح مع كل ما يتعلق بها لأن مثل هذا العمل سيكون بمثابة الاستنساخ لجهود الآخرين
ومن هنا لابد أن تكون المرحلة التي تسبق عملية الكتابة قد صيرت الباحث أو الكاتب أو الطالب قد صيرت الباحث إنسانا قادرا على تشخيص النافع من المعلومات وترك غير النافع، خصوصا المفيدة لموضوع بحثي. خصوصا المرتبطة أو خصوصا المفيدة بموضوع بحثي. وقد يصادف أحيانا أن يشعر الطالب بالأسف على ترك المادة التي بذل في تحصيلها في جمعها وتحصيلها جهودا كبيرة، أما إذا فكر في الفائدة من حشر هذه المعلومات وتجميعها، في حشر هذه المعلومات وتجميعها سيكون من السهل عليه فعل ذلك، يضاف إلى أنه على
عليه الاستفادة. من المعلومات التي أعرض عنها إما في حياته العلمية أو في مشاريعه الكتابية في المستقبل، وقد يكون السبب وراء مثل هذه الحالة وهي أن تكون المادة المأخوذة من المصادر غير ضرورية. وجواب ذلك إن معالم موضوع البحث في ذهنية الباحث ليست واضحة تماما، ولذا من الطبيعي أن يجد عدم ضرورة كتابة بعض المعلومات حتى وإن بذل في تحصيلها جهدا كبيرا. إن شاء الله بقية الحديث يأتي، هذا الحديث إلى تتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.